القواعد التأسيسية حد الأدنى والحد الأقصى للأجور، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن ضباط 8 إبريل، القصاص لحق الشهر، وإقالة النائب العام وعزله وحكمه وحكمنا الاجتماعية ونستكمل ثورتنا. لأننا عرفنا مين الخاين في وسطنا. محدش من الثوار دول ليه أي مصلحة شخصية، كل الناس عايزة الخير للشعب. نقول للمرسي اللي برنامجه بيقول نحن نحمل الخير لمصر، نقول له انت ما جبتش اي خير لمصر، ورسالك رسالتك امبارح لشومين شومون بريز كانت رساله مخزيه. هذا اللي اتلغى على طريق الرساله.